حقيقة المعرض يعتبر نقلة نوعية لمحافظة الأحساء، وهذا الشيء اللي خلانا تقريبا جدا فخورين، أو الإحساس بالفخر أنه هذا المعرض الجبار كان منطلقه محافظة الأحساء وبالذات جامعة الملك فيصل. يعني أتوقع الجميع الآن، وأتوقع الحضور والإقبال، هذا أكبر دليل على نجاح الفعالية. يعني الفعالية متنوعة، الفعالية تخدم مهارات وممكن نقول هوايات ومجالات الشباب، فهذا الشيء جدا جدا فخورين فيه. يعني أنا مشيت على الأركان فوجئت بثقل وجمال أركانهم، يعني أتوقع كلهم من اجتهاد شخصي، فهذا الشيء جدا 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 ملهم. وشكرا يعني للدكتور مهنا على إتاحة هذه الفرصة، لأنها فرصة جدا عظيمة لشباب وبنات الأحساء.